بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن بفضل الله تعالى يزداد خيرنا في ذواتنا حين نقارب آيتين من سورة التوبة وما أدراكم التوبة، وهي البراءة من أهل النفاق والشقاق وسوء الأخلاق والكفر والعدوان على حقيقة أن لا إله إلا الله. المشرك هو يعتدي على هذه الحقيقة التوحيدية. على كل حال احنا قربنا من القرآن خير لنا من كثرة الكلام. يقول ربي سبحانه وتعالى، نبدأ بآية 20 وقبلها العرب فاشيين يلوجوهم كرب، يلوجو دار رحمة اليوم لاهين بموسم الحج والعناية بالبيت الحرام ولما جروا يعني حاجة من ورائها قصد خبيث، هو المال وجلب المال والتجارة تنشط في أيام الحج موسم الحج، وكونوا مشي يبينوا كونهم خدامهم يخدموا، لا ما همش خدام بالحقيقة، هم اللي يخدموا غيرهم. بيد أن نبينا عليه السلام يقول لك خادم القوم سيدهم، هما يوريك اللي يخدم بيك ماشي أنت تقر من ذاتك أنه هو سيد لك، وهو ليس بسيد، ليس بسيد، هما كربي يعني نذل لأنه مشرك. وكونه هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وقتل من ما من قتل وسجن وعذب، وقرأوا سيرة الصحابة الكرام عليهم السلام بما فيهم بلال عليه رضوان. نعود إن شاء الله تعالى.